يا مساء الجمال، يا مساء الفل عليكم وعلى بنات حواء وكل بنات حواء. وحشتوني جدا من الاسبوع اللي فات. طبعا انتم مستغربين انا شكلي اللوك بتاعي غريب قوي النهارده، ده هنعرفه مع ضيفي الجميل النهارده في الفقره التانيه. لكن هكلمكم دلوقتي عن البيت مشاركه. البيت مشاركه اللي احنا اتكلمنا عنه كذا حلقه، وبرضه هنفضل نتكلم عليه حلقات كتير، لان احنا طبعا محتاجين ان احنا نرجع ان يكون في تعاون في البيت ومشاركه دايما بين افراد الاسره. انا بشكر طبعا جدا كل الناس اللي بعتولي على صفحه البرنامج او على صفحتي الشخصيه، وبعتولنا صور جميله جدا جدا، بجد بجد بتسعدوني. وانا كمان بكون سعيده معاكم جدا وانا معاكم. احنا عايزين نتكلم بس عن البيت مشاركه. كان الحلقه اللي فاتت كانت مرت علينا سنه، واتكلمنا عن السنه كلها اللي احنا عشناها معاكم وعشتوها معانا. ان شاء الله النهارده اول حلقه في السنه الجديده من بنات حواء. طبعا النهارده هنتكلم كتير عن بنات حواء، بس خلينا دلوقتي في البيت مشاركه. عايزين نشوف رد فعل الناس على موضوع البيت مشاركه. بصراحه هم يعني اول ما عرفوا ان موضوع البيت مشاركه دي، هي طبعا احنا زي ما قلنا قبل كده انها سنه، لكن احنا عايزين نرجعها تاني. يعني عايزين نكون البيت يبقى فيه حب، يبقى فيه تعاون، يبقى فيه روح طيبه. يعني دلوقتي احنا ممكن نكون افتقدنا الموضوع ده شويه بسبب الانترنت، وبسبب ان احنا الريتم بقى سريع جدا. فاحنا عايزين نرجع تاني ان احنا نقعد مع بعض، نتكلم مع بعض. ممكن يكون شفنا احداث كتير قوي اليومين اللي فاتوا دول، بس احنا محتاجين ان احنا يبقى في صداقة حقيقية بين الزوج والزوجة، يبقى في صداقة حقيقية بين الأب والأبناء اللي احنا اتربينا عليها وشفناها من ابائنا وامهاتنا. يبقى في صداقه حقيقيه بينك وبين مامتك. لكل بنات حواء احنا محتاجين فعلا الحته دي، احنا افتقدناها. يعني ممكن تكون البنت عايزه تتكلم مع اصدقائها او ليها صديقه مقربه، لا، هي مامتك هي اقرب واحده ليكي. لما تتكلمي معاها هيكون في صداقه حقيقيه، هيكون في قرب. ده نوع من المشاركه، ان انت تتكلمي مع مامتك، ان انت تتكلمي مع باباكي مش مشكله. هو دايما يقولوا ان البنت حبيبه باباها، خلي بابا يكون مثلا قريب منك جدا، عشان بعد كده ما تقعيش في اي خطأ او ما تقعيش في مشكله. وبالذات يا جماعه سن المراهقة، السن ده مهم جدا جدا، خلوا بالكم منه. لأن السن ده بيواجه مشاكل كتير قوي، مشاكل في المدرسة، في الجامعة، في أي مكان. انت حاولي تحتوي ولادك. احنا طبعا معانا الصور اللي اتبعتت لنا على صفحة البرنامج. احنا بنشكر جدا الناس اللي بعتولنا على صفحة البرنامج الصور دي، فعلا فعلا جميلة جدا ومشاركة حلوة قوي. وولد بيطبق اللبس بتاعه ده. طبعا احنا بنوجه لكل الولاد عشان ما يقولوش ان البنات بس هم اللي يشاركوا في البيت، لا، والولد كمان لازم يشارك في البيت، ولازم يكون حد منسق جدا ما شاء الله. بصوا كمان الولد بيظبط لبسه. احنا بجد بجد بنشكركم جدا جدا ان انتوا يعني تفاعلتوا معانا في الهاشتاج. طبعا دي يعني بصوا صورة بألف معنى. يعني انا عايز اقول لكم قمه التعاون الاسري اللي بين الزوج والزوجه والابنه. يعني احنا طبعا بنشكر الزوج ده جدا جدا، وبنقدم له كل احترام ان هو بيساعد في البيت. بجد صوره تحفه جدا.
طبعا احنا بنقول له كل الازواج احنا مش ضدكم، لا احنا معاكم. الزوج والزوجة لازم يبقوا متوازنين مع بعض، والزوجين هما اللي يعني بينشأوا جيل كويس، بينشأوا جيل متعاون، فيه روح حلوة، يكون يعني تفكيره أعلى من ان هو يقول لا لا انا ما اعملش، لا انا ما مش دي مهامي ان انا اعملها، لا احنا لازم نحط فيهم الروح قبل، يعني دراسة مفروض ان احنا نراعيهم دراسيا، لكن لازم كمان تراعيهم نفسيا. دي من اهم الحاجات اللي مفروض ان احنا نراعي ولادنا فيها. ويعني برضو انا حابة بس معلش يعني اتكلم في قصة المشاكل الزوجية والمشاكل الأسرية اللي بين الزوج والزوجة دي، يعني حاولوا كده ان انتوا تبعدوا شوية خالص عن ولادكم، لان ده بيأثر في نفسيتهم وممكن يأثر عليهم بعد كده. يعني خلوا مشاكلكم مثلا بينكم، وحاولوا ان هو ما يكونش فيه مشاكل اساسا، يعني من البداية اي مشكلة صغيرة لو احنا حليناها بين بعض ومع بعض بسرعة الموضوع يعني هيخلص بسرعة، ما تحاولوش ان الموضوع يكبر معاكم. طبعا النهاردة معانا ضيف مهم جدا بيهم كل الأسرة. طيب ماشي، مع اتصال، على اتصال. أهلا ألو، السلام وسهلا، عليكم. ألو، أهلا وسهلا أهلا بيكي، ازيك؟ عاملة ايه؟ أستاذة يسرى من القاهرة. أهلا وسهلا، أهلا بيكي أهلا بيكي أستاذة هبة، ازاي أستاذة يسرى حضرتك؟ المسلمي، تمام، حضرتك كنت ضيفتنا. أهلا بيكي، أهلا بيكي، أهلا بيكي. طبعا منورانا. من سعداء الحظ اللي أنا ما كنت مع حضرتك في البرنامج قبل كده. طبعا ربنا يعني يخليكي حبيبتي، تسلمي لي الله بجد، يخليكي، اسعدتيني جدا جدا جدا. انا اسعد طبعا. برنامج رائع وفريق عمل متكامل ما شاء ربنا الله. يخليكي، ربنا يخليكي الله يا استاذه يخليكي، يسرى. كل سنه وبرضو وانتم حلقتكم طيبين. كانت عن تعلم الصعوبات، دي كان صعوبات التعلم، كانت ممتازه جدا، وبجد احنا بنشكر حضرتك ان انت كنت معانا، واستاذه فاتن برضو كانت معانا، وبنشكركم بجد بجد، لان انتوا وصلتوا لنا معلومات مهمه جدا في الحلقه دي، بشكرك لا، جدا. انا اللي بشكرك ان انتوا اظهرتونا بالشكل اللائق اللي نقدر نقدم بيه خدمة لاي حد، يعني شكرا ما جدا شاء الله عليكم. لحضرتك يا استاذه خليك يسرى، بشكرك الله جدا. يخليك. طب قولي لنا بقى ايه رايك في هاشتاج البيت مشاركه، شاركينا بقى. لا، دايما ما شاء الله انتوا في نجاح وتقدم دائم يعني. لا، طب انت هاشتاج ايه رائع. رايك بين يعني مشاركه الزوج والزوجه، او مشاركه البيت في العموم، يعني مشاركة البيت في ايه؟ في العموم، يعني ان الزوج يشارك زوجته في البيت، ان الابناء يشاركوا مامتهم في البيت، ايه رايك في الهاشتاج نفسه؟ لا، هاشتاج رائع طبعا، وبيحس المجتمع ان هو بيوجه للاسره نفسها ان هي تبقى متشاركه ومتعاونه. وده برضو عشان يعني الموضوع ده اضم الموضوع برضو صعوبات التعلم، المناهج الجديده في الجزء الخاص بالسلوك بتوعي الاسره لحاجه زي كده. انت دورك ايه في الاسره؟ كل فرد دوره ايه؟ ولازم يتعاون ويتكاتف مع التاني عشان الاسره تكمل. حبيبة قلبي، شكرا ليكي جدا، شكرا، الله مبسوطة يخليك. جدا باتصالك، وان شاء الله هنستناكي برضو في حلقة تانية نكمل موضوع اللي احنا بدأناه. شكرا جدا استاذة يسرى المسلمي. طبعا انا هسيبكم مع فاصل صغير، وهنستنى ضيفنا الجميل اللي خلاني النهاردة عاملة لقاء جديد. اشوفكم بعد الفاصل.